هنعمل فراخ بالمشروم او بكتب المشروم، ايا كان الاسم المسمى اللي هتسموه، بس احنا النهارده عاملينها بطريقه اقتصاديه شويه. معروف ان البيكاتا الاساسيه بتحط لها كريمه خفقه او كريمه لباني، لكن انا النهارده مديه البديل. انا دلوقتي ما عنديش يانونه كريمه خفقه، عايزه القوام بتاعها وعايزه اللون الحلو بتاعها ده، بس انا ما عنديش كريمه خفقه، اعمل ايه؟ هقول لكم على البديل واحنا شغالين. استاذنك يا حمدي ننزل المقادير بتاعتنا ونشوف مقاديرنا بتقول ايه. مقاديرنا بتقول ان احنا عندنا كيلو صدور فراخ متقطع شرايح، الصدر انا قسماه على اتنين علشان يبقى ما تنشفش معايا ويبقى فيها لحم يتاكل. معايا كمان كوبايتين مشروم شرايح، ويفضل ان هو يكون فريش عشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها، المعلب ما بيبقاش حلو قوي في الوصفه دي. بصلتين مكعبات، معايا كمان كوبايتين حليب ومعاهم دقيق ومرقه. حليب ومرقه ودقيق، دول البديل اللي احنا هنعمله بدل كريمه الطهي. طبعا احنا عارفين ان العبوه منها غاليه، فهنبدا ان احنا نديها بديل عشان يدينا نفس النتيجه. معايا 4 معالق كبار دقيق، زبده وزيت وملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه. طيب هبدا بايه؟ بصوا معايا، الطاسه عندي سخنه قوي وعندي صدور الفراخ، هديها تتبيله، يعني مش تتبيله، يا دوب بس هديها رشه ملح وفلفل اسود كده من كل جنب، واروح مدياها صدمه في الزبده والزيت. وبعد كده نشوف مكان الطاسة ومكان العصارة اللي هتنزل منها هنبدأ نعمل ايه. نسمي بالله كده. طيب بتتقدم جنب ايه يا نونا؟ بتتقدم جنب مكرونة وايت صوص، بتتقدم جنب بطاطس بوريه وخضار سوتيه زي ما احنا ما هنعمل النهاردة، على حسب ما انت عايزة، اللي انت عايزاه اعملي. طيب هبدأ دلوقتي اخد الفراخ كده وابدأ ان انا اتبلها ملح وفلفل اسود من الجنبين، والطاسة عندي سخنة. بسم الله، الايد اللي مسكت بيها الفراخ ما حطهاش في علبة الملح، بالشكل ده كده. وادي الفلفل الاسود، رشة بسيطة. بالمنظر ده وابدا ان انا اقلب الناحيه الثانيه. طيب دلوقتي انا قلبت، المفروض كنت اقلب طبعا بالايد الثانيه، فراح عامله كده عشان برضو مطرح الفراخ ما احطش ايدي في الملح اهو. بالشكل ده، وادي رشه الفلفل الاسود من الجنبين بتوع الفراخ. بقت الفراخ عندي دلوقتي متبله ملح وفلفل اسود من الجنبين، والطاسة عندي سخنة. هبدأ ان انا اعمل كده، وادام عندي زبدة وزيت والطاسة سخنة ببدأ دايما انزل بالزيت، اوعوا تنسوا حاجة زي دي، بالشكل ده. واروح جايبة الزبدة، بدي زبدة وزيت، بدي الصدمة للفراخ يدوب بس ان هو يتغير لونها من الناحيتين. احنا عارفين ان الفراخ ما بتاخدش وقت خالص في التسوية. وبصوا انا حاطة زبدة وزيت يعني حبة حلوين، يتغير اللون بتاعها من الناحيتين. وابدا بعد كده اشيل الفراخ ومكان العصاره اللي نزلت منها نشوف هننزل ايه. عندي بصل وعندي مشروم، طيب ايه يا نونا اللي هينزل قبل ايه عشان ياخد التطعيمه الحلوه؟ قلنا البصل لما بينزل في حاجه بينزل السوائل بتاعته وبيرجع بعد كده، اي صنف بينزل بعديه ولا بيبقى ليه ريحه ولا بيبقى ليه طعم. طب يبقى هنعمل ايه؟ واضح اهو من كلامي ان احنا هننزل بالمشروم الاول، ياخد التشويحه الحلوه بتاعته وياخد بعد كده اللون، وبعد كده ننزل بالبصل ونشوف هنعمل ايه كمان. بس قبل ما انزل بالبصل كمان ما تنسوش ان احنا عندنا بديل كريمه الطهي اللي هو دقيق وحليب ومرقه. طب يا نونا احنا لو نزلنا البصل بعد كده مش هينفع نعمل الدقيق ومش هيتحمر معانا، هو ده بقى الموضوع اللي انا بتكلم فيه، ان احنا نشوف ايه المكونات اللي احنا عندنا لازم ان هي تنزل الاول، وهتحتاج السخونه بتاعه الطاسه اللي بنشتغل فيها قبل ما ننزل البصل عشان ما ينزلش سوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الرز ده محتاج يعلى النار عليه بالشكل ده كده. نشرب ميته خالص وابدا ان انا اهدي عليه النار تمام. طيب الفراخ الناحية التانية، نجيب طبق علشان نطلعها، ما بتاخدش وقت خالص، يا دوب انا عايزة اللون يتغير مش اكتر اهو. شايفين المنظر؟
لان هي اصلا هتكمل التسويه بتاعتها في الخليط اللي احنا هنعمله. زلت بالمشروم، هنزل عليه بايه؟ برشه من الفلفل كده بالشكل ده. عندنا لسه دقيق وعندنا بصل، وقلنا ايه اللي هينزل قبل ايه؟ طبعا البصل لو نزل هيديني سوائل، يبقى الدقيق مش هيتحمر. طب انت حاطه ليه الدقيق يا نونا؟ حاطه الدقيق علشان يديني بديل كريمه الطهي، لان هي طبعا احنا عارفين ان هي غاليه قوي وانا مش هستخدمه. فهبدا ان انا اعمل كده، مجرد ما المشروم بدا ان هو تمام وزي الفل. بصوا هعمل ايه، هجمع المشروم على جنب كده بالشكل ده، واسيب مساحة هنا مع الزبدة والزيت وتكون فاضية علشان ابدأ ان انا احمر فيها الدقيق. مضرب سلك سيليكون اهو، واعمل كده. طيب نونا بتحددي كمية الدقيق على اساس ايه؟ على كمية اللي انا عايزاه. انا عايزة صوص كتير، عايزة صوص قليل، ما انا مجرد ما ازود دقيق لازم هزود حليب وازود مرقة. ما ينفعش ان انا مثلا احط 4 معالق دقيق واحط قصادهم 2 كوباية حليب، لا هيبقى عامل زي العجين والبيكاتا الصوص بتاعها هيبقى تقيل. بصوا لون الدقيق عامل ازاي. فانا رحت عامله كده اهم 4 معالق من الدقيق، وزي ما انتم شايفين انا كمان عملت الجزء الاول من الدقيق اتحمر براحته وخد براحه في الطاسه، وبعد كده رحت منزله الباقي علشان ما يكتلش مني. والناحيه التانيه المشروم شغال زي ما هو اهو. بصوا كده بقى ناعم خالص اهو، ومفيش اي تكتلات في الدقيق بتاعي. طيب عندي مرقه وعندي حليب، هبدا ان انا انزل ايه؟ قبل ما انزل ده وده هروح منزله جزء من البصل عند المشروم كده بالشكل ده كده. انا لسه سايبه الدقيق بيتحمر زي ما هو، يا دوب بس انا عايزاه يشم النار ويدبل، لكن ما ينزليش سوائل. ادي الناحيه التانيه اهي، بصوا كده. هبدا الاول بجزء من الحليب وانزل جزء من المرق. بسم الله، ادي جزء من الحليب، شايفين ايدي ماشيه فيه علشان ما يديش ان هو تكتل، واروح مديه مرقه واروح بقى كده. انا اتاكدت ان مفيش تكتلات من الدقيق، اروح عامله كده واروح مكمله بقى الحليب علشان انا عايزه الصوص يبقى كتير. حبه السوائل اللي انا حطيتهم دول اللي هم جزء من اللبن والمرقه، لو سبتهم يغلوا على النار هيتقلوا والدقيق هيبقى اكتر منه ويديني تقل انا مش حباه. لكن بصوا كده القوام زي الفل. مجرد ما يوصل للقوام بالشكل ده كده هبدا ان انا اعمل ايه، اروح جايبه قطع الفراخ اللي انا اديتها صدمه الاول، واروح عامله كده واوطي عليها النار علشان تكمل تسويتها والبصلايه تستوي معانا وكله يشرب من بعضه. لكن لو انا سبت النار عاليه الخليط هيبدا ان هو يتقل معايا، لكن الحاجه هلاقيها ما استوتش واضطر ان انا ازود سوائل تاني. طب وليه ازود سوائل؟ ما انا في ايدي ان انا اوطي النار وتاخد التسويه بتاعتها بالراحه خالص وعلى الهادي. شايفين القوام بتاع الخليط؟ لو ما كنتش حطيت الحليب مع المرقه وحطيت النص الكميه بس هلاقيه ان هو بيتقل جامد وبيديني نتيجه انا مش عايزاها. انا هنقل كده من على النار دي عشان العين سخنه قوي، وعلى الهادي خالص كده. تعالوا ننقلها واسيبها حوالي 10 دقايق. في العشر دقايق دول هتكون استوت معايا وتمام وزي. طبعا فوائده حلوه قوي، ويفضل ان انت لما تيجي تعملي وصفه تعمليها بالمشروم الطازه الفريش. بسم الله. عايزه بقى خضار سوتيه، عايزه تقدميها جنب بطاطس بوريه، عايزه تقدميها جنب مكرونه، زي ما انت عايزه. بسم الله. عايزه تعمليها وتقدميها جنب مكرونه وايت صوص، ممكن نعمل كده كده كده.
كده بالشكل ده، وساعتها كل واحد بياخد الجزء اللي هو مخصص ليه ويبدأ يقطعه في الطبق اللي قدامه مع الصوص اللي احنا عاملينه.